عسلام ومرحبا، جولة جديدة، فيديو جديد. المرة هذية المحل هذية اكتشاف يا جماعة، صدقوني سعر رخيص والخامة المزيانة والباهية معناتها. محل اسمه دود، موجود بسيتي سنتر الشارقة. ما عنديش فكرة إذا كان ليه عروض، فروع أخرى أو لا، ولكن كان عندكم فكرة اكتبوا لي كومنتاتكم وقولوا لي لو تعرفوا فروع في أماكن أخرى أو في دبي مثلا أو في أبو ظبي أو في شو اسمه هي عجمان، قولوا لي اكتبوا لي داكوردو. كملوا الفيديو للآخر وإن شاء الله يعجبكم. والناس اللي أول مرة تتابعني وتشوف القناة أتمنى تشترك فيها وتفعل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وكملوه للآخر يستحق المشاهدة. بعضهم شوفوا هذا وهذا على 35، فما الأسود وفما الأحمر، شفتوا 35، فما الرمادي وفما الذهب هكا. بالنسبة للشنط أوزر اللي فوق هكايا على 49، بالنسبة اللي تحت على 25 درهم. داكوردو، فما اللي ب 49، فما اللي ب 45، فما ب 25. طيب لهنا حاطين البيجامات 21 هذيا هكا مثلا الصفر هذي، وفما هذيا هكا الأورانجي داكوردو، لكن الخامة ماهيش معناتها قطن 100% داكوردو. باه فما هذيا لكن مش بيجامة هذيا، استناو هي والسروال نتاعها 26 ولا وحدها اعتقد هي والسروال. يا جماعة اقصو لا بالحق حلوة برشا اقصو. هذيا هكا التوب او البودي ومعها السروال 26 داكوردو. باه فما هذيا هكا اصفر ومعها السروال اسود، وفما هذيا هكا ابيض ومعها السروال زاد اسود، اما الجناب هذوما هكا ازرق داكوردو. اوف 26، وري هيك مع المانيكان باش تفهموا الموديل كيفاش. اوخسو يا جماعه هذيا هكا السروال ومعاه التوب نتاعو او البودي نتاعو حلو برشا برشا، 26 درهم بالحق يا بلاش. اوخسو باهي مازلنا في الفساتين. بالنسبه للفستان هذا حلو برشا، انا عجبني شخصيا. اوخسو محلاه الخامة مش خايبة برشا، معقولة بالحق معقولة، وبالنسبة لسعرها تعتبر معقولة برشا. أغزر 41 درهم، وتحتها أغزر بطانة كما يقولوا، تحتها بطانة حتى للركبة. باهي اللون هذا برك مفهمش ألوان أخرين. هاكا باهي نشوفوا اللي من هنا، فما بلوزات وفساتين أخرين تنوريهم. باهي لهنا هاكايا زادا أغزر، شفتوا هاكايا. باهي بالنسبة لهذيا السعر 29 درهم، هاك شفتوها بلوزة طويلة وإيدها طويلة بعندها بالكم 39، هذيا 29 ولكن بنصكم. هذيا 29 أغزر بالأستك في النص هكا، شفتوا فما اللون هذايا وفما هذا الأخضر معناتها والأحمر. باهي الفستان هذا على 38، طويل مش طويل برشا ولكن طويل. ثم هذايا 16 درهم هذايا. طيب اغزو لهنا، انا عجبني الفستان هذايا اغزو 39 درهم بالحق حلوهم مزيان، حتى السعر نتاعو يعتبر نسبيا معقول. شفتوا اغزو هاك، شوفوا فيها هذايا هكا حلوه برشا. اغسل هذايا هكا ساتان من هنا، والقماش من هنا حسيته غير شويه داكوردو هاكا 39 درهم. طيب لهنايا فساتين البحر، الناس اللي تبحث معناتها على فساتين البحر اغزروا، فما هذايا بينك وفما الاخضر معناتها لونين، وسعرها معقول برشا برشا 22 درهم يا جماعه بالحق حلوه برشا ومزيانه. انا شخصيا عجبتني، ولكن طبعا اللي مش متحجبه اغسل هكا. وهكا يا منظرها وشكلها على المانيكان، فما كيما قلت لكم البينك وفما الاخضر. بالنسبه للخامه، خامه كيما تشبه خامه المايوات معناتها، فهمتوا. باهي شوف نلقاوش موديلات اخرين بالنسبه لفساتين البحر. باهي فما الازرق اغسل، فما الازرق هذا هكا الفاتح، فما الازرق الغامق داكوردو، نفس الموديل بتبيع نفس السعر 22 درهم هاكا شفتوا. وخامتهم كما قلت لكم تشبه خامه المايوهات معناتها. باهي شوفوا زاد هذا حلوه برشا 22 درهم، ولكن الموديل يختلف، فما اللون هذا وفما هذا
وفما هذا شفتوا حلوه برشا، زاده اللي بتبيعها باش تلبس وماهيش محجبه ولا حاجه عادي. ٢٢ درهم. لاني حتى البلوزات، بالنسبه للبلوزات تلقاو برشا موديلات اغزر، فما اللي تحب مثلا تلبسها فستان قصيره شويه، ولكن بلوزه هي المفروض توصل به سعرها 34 تكوردو 34 به اغزر هنا هكا برشا موديلات، منها فساتين منها بلوزه حاسيل، وهذه هكا ب 26. عاد شفتوها به هذيا وين السعر نتاعها 34 الزرقاء هذه هكا 34، هذه 39، هذه تحسوها فستان هاو فستان قصير داكور دو، هذه 34، هذه تحسوه شتوي يا جماعة شتوي 36 هاو شفتوه باهي، هذايا مش باين باهي تنقلكم قداش 38 درهم، هذه هكا 38 درهم داكور دو طويلة ومعها الحزام نتاعها هكا. شنو هو الاخر؟ طيب اغزل لهنا حاطين فساتين البحر اغزل على 23 درهم، فما اللون هذايا هكا تكوردو، فما اللون هذا وهذا احلى، هذايا هكا احلى 23 درهم. شوفوا لهنا انا عجبني برشا اغزل الشورت هكايا ابيض او يعني تحسوا بيج شويه، والبلوزه اغزل شفتوا هكا البلوزه وهذا هي الشورت. بالنسبه للشورت 22 درهم، والبلوزه ب 21 اخذوا، حتى التنسيق حلو برشا شفتوا، مانيش عارفه فما الوان اخرى ولا لا، ولكن نشوفوا كان فما الوان. انا اعتقد بالنسبه للموديل هذايا ما فماش الوان اخرى فهمتوا، ياسر حلو انا شخصيا عجبني. شوفوا لهنا اش فما هنا البلوزات، زاد انواع واشكال يا جماعه اغزو انواع واشكال هاك شفتوا، تلقاو معناتها الكل سواء بالكم او بنص كم اغزو، والاسعار 24 21 22 26 داكوردو، يعني شوفوا الخضرة هذه مثلا 23 حلوه برشا اغزو بالكم ومزيانه برشا، اما راهي الشيفونه به فما اللون هذايا هكا، فما الاخضر غامق، فما اخضر الفاتح هذايا داكوردو به، البلوزه هذه 24 تاع حلوه برشا اغزو محلاها، فما موديلات اخرين معناتها اغزو مثلا هذه هاك شوفوا محلاها اغزو على 25 درهم ومزيانه برشا، حتى الرسمه اللي عليها حلوه برشا اغزو هذيا 26 درهم، هذيا هكا 26 درهم. لنا حاطين اغزو فساتين نتاع البنوتات اغزو انواع واشكال، بالنسبه للاسعار هذا مثلا 15 اغزو فما البينك وفما الاخضر فما الوان اخرى معناتها 17 باهي 29 مع الوحده الشنطه 37 باهي، هذايا 32 اما هذا هكا بالكم، وهذايا 32 29 داكوردو به. بالنسبه للهنا هنا اغزو تيشرتات هكايا، وفما تحت الشورتوات والملابس الداخليه به اغزو. بالنسبه للتيشرتات فما هذا هكا 16 به 25 هكا تيشرت 16 12 14 و21 هذا هكا، وهذايا 12. بالنسبه اللي تحت هكايا شورتوات اغزو 13 هذايا 18 حسيلو به. شوفوا هذا هذايا 13 داكوردو، فما هذوما هكا اغزرو على 11 درهم الثلاثه قطع، وهذايا نتاع البنوتات 11 درهم الثلاثه اعتقد يعني الثلاثه. طيب اغزو لهنا حاطين البلوزات الحريمي، فما اللي بالكم كيما هكا مثلا، وفما اللي بنصكم داكوردو. بالنسبه اللي بنصكم هكايا 25 درهم، فما اللون هذايا وفما هذايا هكا، هذايا سعرها 23 هكا بالكم
مش هاد تحسو هكا، مش عارفة كيفاش نفسرو، ولكن قريب شوية للستان، فهمتوا؟ مش ستان باهي. شوفوا زيد هذا محلاه، هذه محلاها معناتها هكا 21 درهم. فما هذيا هكا وفما هذي، هذيا 23 درهم. نشوفوا الجهة الأخرى، أعتقد فيه يعني الجهة الأخرى. أخص هذيا هكا مثلا شفتوا على 24 درهم. وفما فما حاجات أخرى معناتها أخص مثلا هذيا هكا، أخص هذيا هكا شوفوا محلاها. هاك تنشوفوا قديش 24 درهم ده بوردو. بالنسبة لهذه الزرقة هذه 21، شفتوا كيفاش التفصيلة متاعها وغزو كيفاش. هذه 19 درهم. شوفوا الموديل هذا زادة، اعتقد غير هذه 26، هكا هذه 26 باهي. هذه اغزو محلاها زادة نصكم، فهمتوا؟ ومن هنا تتربط من نص معناتها، شفتوا؟ هاك 26 درهم. فما اللون هذايا وفما هذايا، هذايا زاد محلاها، فما ناس يحبوا هكا، فما سيدات يحبوا الحاجات هذوما مغزو تتربط من النص، وسعرها 24. فما اللون هذا وفما هذايا ديكوردو. طيب هنايا حاطين الفساتين اغزو اهو، هذيا مثلا هكا تحسوها نتاع بحر، هذيا هكا هذيا تحسوها نتاع بحر، هذيا اللي تخرج خروج، فهمتوا؟ الخامة نتاعها شفافة شوية معناتها تحسوها، لكن مش خايبة باهي. هاكا نقولكم الأسعار قداش أخسر، تلقاو هكا برشا موديلات. هذيا بثلاثة وثلاثين درهم، هذيا اللي كنا نشوفوا فيها بثلاثة وثلاثين. باهي شنو لاخر؟ هذيا 31، هذيا هكا تحسوها نتاع بحر قلتلكم عليها 31، وهذيا 39 داكوردو. فما من هنا زاده اخسر برشا الوان هكا هكا به. قديش يا ربي حاول نلقى السعر. 37 هذيا هكا 37، هذيا تحتها حاجه معناتها شفتوا هي شفافه هيك، هم حاطين تحتها حاجه حتى للركبه معناتها، فهمتوا؟ 39 وتصور نفس السعر الباقي. به شوفوا هذه قديش، ساعات الاسعار يبداو مش باينين. شوفوا 37 داكوردو يا جماعه. الخامه ماهيش خايبه وماهيش واو، يا معقوله الخامه باهي باهي. شوفوا هذيا، شوفوا هذه اغزروا لها هايكا 39 درهم. لهنا حاطين الاحذية الرجالي، الاحذية الرجالي تلقاو برشا موديلات والاسعار مختلفة. باهي هذا مثلا هكا على 43، لا سوري 33 درهم، هذايا هكا 33 داكوردو. الأبيض هذايا 46، باهي شوفوا هذايا هكا 41، هذايا مش باين، هذايا 39، هذايا هكا 39، وهذايا باهي اللي مش باين ما نتعبوش روحنا برشا. شوفوا باهي، شوفوا هذايا 36، هذايا هكا 36، وهذايا البني ب 32 درهم. شوفوا محلاه ومزنة، اغزروا هذا 30 درهم، هذا هكا 30 درهم. وبالطبيعة تلقاو برشا برشا موديلات، ما تعطيكم لا محل حتى لا محل. طيب لهنا حاطين اغزو الاحذية، بالنسبة للاحذية تلقاو برشا موديلات ولكن الاسعار بالطبيعة مختلفة. هذا مثلا 48 درهم داكوردو، هذايا 39، هذايا 35، وهذايا مش باين مش مشكل، هذايا 65، هذايا هكا ذهبي 65 باه، هذايا 54 أغص، هذايا هكا 54 باه. البنك هذايا 35 هكايا أغصر باه. شنو لاخر؟ هذايا مش باين باه، شوفوا هذا باه مش باين مش مشكل باهي. الأبيض هذايا على 39